والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأعطران على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد أيها الإخوة، الحديث عن إنسانية الإسلام حديث طويل وفيه يعني تشعبات كثيرة، لكن ما الذي يحفظ الإنسانية للإنسان؟ يعني شو هو صمام الأمان؟ شو هو الضابط لإنسانية الإنسان؟ الرحمة. لذلك يقول العلماء الرحمة أعلى من المحبة. عند أخوان المسيحيين بيقول لك الله محبة، صح؟ وفي وحدة بتغني بتقول الله محبة، صح؟ طيب، المسلمون المرتبة أرقى. ليه؟ رحمة، لأن الرحمة أرقى من المحبة. شو الدليل؟ قال أنت في المحبة تحب، المحبة تكون لمن تحبه، لكن الرحمة تكون لمن تحبه ولمن لا تحبه. الرحمة ممكن تكون على أنتم كرامة على حيوان، الرحمة ممكن تكون على أي مخلوق من مخلوقات الله. أخبرني أحد الرجال الكبار في السن، كان يعمل في يعني في منصب كبير، كان معه السائق تبعه، فرحين إلى العمل، والعمل يعني في طريق سفر، طريق المطار يعني. فلما كانوا في الطريق فجأة قال هذا صاحب المكانة والمدير وكذا، قال له للسائق ارجع ارجع ارجع، بعد ان تجاوزوا الطريق بمسافه منيحه، قال له ارجع شوفي، قال له ارجع ارجع، قال له ما في مخرج حتى نرجع، بدنا نروح يعني حوالي تقريبا 10 كيلو متر حتى نصل لاول مخرج حتى نرجع للنقطه اللي احنا مرينا منها. قال له معلش ارجع. فرجع. ليش رجع؟ المهم لما رجع شاف في مثل السلحفه طالعة من الحشيش من العشب بدها تمشي على الطريق السريع جدا، طريق المطار. فأوقف السائق بعد ما أنه مشوا مسافة منيحة وأخذ هذه المخلوقة الضعيفة السلحفاة، شالها ورماها يعني بما أوتي من قوة إلى داخل العشب. فهذا اللي معه ما له علاقة بالإسلام يعني، قال له هلا انت رجعتني هذا المشوار كلياته مشان هيك؟ قال له هيك انا ديني علمني، انا هيك هذا الاسلام. هو غير مسلم الاخ اللي كذا، فقال له احكي لنا عن هذا الاسلام، شو هذا الاسلام؟ انا والله بعرف الاسلام انه غير هيك تماما. شوف الرحمه، انا ما بدي اقول انسانيه، الرحمه هي صمام الامان للانسانيه ولغير الانسانيه. يعني اللي في قلبه رحمة إخواني الله عز وجل يرحمه، ولا توضع الرحمة في قلب شقي أبدا. الرحيم يرحم الخلق، كلمة خلق يعني كل شيء. إذا دعس قطة ممكن ما ينام الليل، هي قطة، فهذا معقول يتصور أنه يعني يظلم إنسانا؟ مستحيل. فإخواني مسألة الرحمة هي أساس من أسس هذا الدين. قيل للإمام مالك بن دينار ما أعظم عقوبة للعبد؟ شو هي أعظم عقوبة؟ قال قسوة القلب، فما عوقب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وإذا غضب الله على قوم نزع الرحمة من قلوبهم، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى لما ذكر قسوة القلب دائما
وردت قسوة القلب في 7 مواضع في القرآن الكريم كلها مرذولة وكلها مذمومة. قال تعالى: فويل فويل لمن؟ للقاسية قلوبهم. الله عم يقول أن الويل لقلب قاسي. قال تعالى أيضا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فقرن قسوة القلب مع اللعنة. يعني دائما هناك ارتباط وثيق مع قسوة القلب بالأمور المرذولة من حيث المنظومة الأخلاقية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. نجد أن العنف صار مبثوثا في كل مجالات الحياة، في الأفلام، في الألعاب، في الشارع، في المناهج أحيانا التي نقرأها، دائما في نوع من العنف. هذا يولد عند الإنسان هذه الطاقة السلبية. هلأ شوف أغلب الأولاد شو بيلعبوا؟ شو والله أنا ما بعرف في ألعاب، يعني أنا ماني كتير شاطر، مو على أيام هاي الألعاب. تجد بابا يجلس أحيانا 10-15 ساعة أكثر مدمن على اللعب، عنف وكذا، فبده ينفذ ما يراه أو ما يزرع في تراكمه المعرفي من عنف. وين بده يتفشش فيه؟ مين اللي حوله؟ بيضرب أخته، بيصرخ على زميله في المدرسة، تصير مصيبة، هو الما أندرتيكر وهو ما أدري مين هو كذا. شو هذا؟ ليش؟ لأن الإنسان يحمل، نحن لا نقصد أحدا، ليش؟ لأن هذه الطاقة ليش عم يتغذى العنف. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عم يحكينا عن واحد، عن امرأة دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، هذا هيك الدين بيعلم أتباعه. وحكى لنا عن امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة. شو هذا؟ هذا الإسلام، هي إنسانية الإسلام. هلأ كمان أحيانا في نوع من ذكرت لكم أن النفاق السياسي لا علاقة له بمسرح الواقع. يعني أحيانا تجد ناس تخرج مظاهرة خير يعترضون على ذبح الخروف يوم العيد، ويذبحون مئات الآلاف من الناس، حتى قال الشاعر: قتل شعب، قتل ذئب في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. وهي كان هذا بالذكر بيت الشعر أخذناه بالبكالوريا من زمان. يعني لا علاقة لنا بهذا النفاق. الإنسان اللي في قلبه رحمة يرحم الجميع، من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. سيدنا محمد عنوانه العنوان اللي الله عنوان فيه لشخصيته، شو العنوان الرئيسي؟ وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، رحمة للمؤمنين، رحمة للرواد المساجد، رحمة للي بيحبوك. وما أرسلناك، قال تعالى، إلا رحمة للعالمين، والعالمون كل ما سوى الله. أو إذا بدنا نحكي لغة عربية، العالمون جمع عالم، جمع بسموه جمع ملحق بمذكر ملحق، عالم عالمون. إلا رحمة للعالمين، عالمين اسم مجرور على مجره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، فعالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد، كلها عوالم. النبي رحمة للكل. شو معنات النبي بيقول لك عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها شو أعلاها؟ لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني هذا الجماد، الطريق جماد، هذا من شعب الإيمان، أنك أنت بدك هذا الجماد. أن أيام زمان لا كان في بنية تحتية، ولا في نافيجيتر، ولا في كاميرات، ولا في رادارات، ولا في سالك، ولا في كل ما في، كان طرق، ما في بنية تحتية، ومع ذلك في احترام لهذا الطريق البسيط، أو لهذه الطريق، يقال هذه طريق ويقال هذا طريق. هذا الطريق أو هذه الطريق، النبي قال بدك إذا شفت شيء أذى تنحيه من طريق الناس. قال عليه الصلاة والسلام:
رأيت رجلا يتقلب في روضات الجنة. بشو؟ بماذا رآه صلى الله عليه وسلم؟ قال بغصن شوك نحاه من طريق الناس. شوك بالطريق شفت شلته من النبي قال رأيته يتقلب في روضات الجنة من طريق، ما قال رواد المساجد، انتبهوا إخواني، نحاه من طريق الناس، من طريق الناس. هذا خطاب إنساني صح ولا لا؟ أما لا أخي، نحن أهل الجنة وسكرنا الباب ورانا. إذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي بشره رسول الله بالجنة يقول لو نادى مناد يوم القيامة أيها الناس ادخلوا الجنة إلا رجلا واحدا لظننت أنني ذلك الرجل. مين ها؟ سيدنا عمر. هل الواحد صلى له ركعتين شوي اجته حالة إيمانية، صار يقرأ له كم صفحة قرآن، بده يقلب الدنيا على الناس في البيت، كل شيء بيتحول لحرام، هذا بالجنة وهذا بالنار، وفتح مكتب عقاري، هذا أنت تدخل الجنة وأنت بالنار، وهو أول واحد يمكن أن تسعر به النار. أنت شو عرفك؟ قال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الإنسان بده يكون إخواني. بعدين سؤال، المسلم يفرح بدخول الناس إلى الجنة ولا إلى النار؟ مفروض الإنسان السوي، السوي فطرته سليمة، أن يفرح بدخول، إلا لو قالوا لك إنه نيوتن وأينشتاين وما أدري مين والخليقة كلها من عهد سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض وعليها دخلوا الجنة، بتزعل؟ والله بفرح. ليه؟ قال لأن غاية الرسالات السماوية هي نقل الناس من وهدتهم من الظلمات إلى النور، إذ لولا حرص الله على أن يدخل الناس الجنة لما أرسل إليهم الرسل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، صح؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أرسل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام وأرسل الأنبياء قبله حتى ينقلوا الناس من وهدتهم ويكونوا في ساحة الأمن والأمان والسلم والسلام، ويكونوا في ضياء الهداية. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، شلون أنت بدك تحقق المعنى الإنساني؟ قال بدك تحبب خلق الله بالله، لازم أنت تحبب. هلأ بعض الوعاظ ما بيحكي إلا عن الثعبان الشجاع الأقرع، بيحكي لك عن عقارب جهنم كالبغال وما أدري مين طيب يا أخي، لو هذا مو منهج القرآن. منهج القرآن كان لا يذكر وعيدا إلا أن يسبقه بوعد، وكان لا يذكر ترهيبا إلا ويسبقه بترغيب. دليل كثير في القرآن الكريم. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، الله قدم الترغيب ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أنت عندك أولاد بالبيت، في ولد بنظرة بيفهم، في واحد بهدية بيفهم، في واحد بعقوبة بيفهم، في واحد بحرمان بيفهم، فالناس متفاوتون من حيث تقبلهم للثواب والعقاب، لذلك كان هناك ثواب وعقاب. أما أن يركز الوعاظ على تصوير الخالق سبحانه وتعالى على استغفر الله استغفر الله حاشاه سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه هو يريد أن يعذب الناس فقط ويريد أن يحرق الناس فقط، لا لا لا، استغفر الله. أحب خلقي إلي من حبب خلقي إلي، اللي بحبب خلق الله إلى الله هو أحب الخلق إلى الله. أحب عبادي إلي كل نقي القلب تقي اليدين لا يمشي إلى أحد من خلقي بسوء، وحببني إلى خلقه، حببني إلى خلقه. تقول له أخي والله الله خلقنا لأنه يحبنا، وجاء في الحديث القدسي خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم. الله يحبنا، ما خلقنا ليعذبنا. لله أشد فرحا من توبة العبد من رجل كان بفلات، حديث بتعرفوه، وأنه كان بالصحراء وكان معه الراحلة تبعه تسطح ونام، عم بحكي لكم حديث بالبلد يعني، ثم
استيقظ فوجد ما في راحلة. شو معنات ما في راحلة؟ يعني هو بالربع الخالي، ما في نافيجيتر ولا في شيء، يعني الموت محقق تمام. في هلأ إذا واحد الراديتر تبعه ضرب، دخل له هيك بده يروح له بالسفاري، وما سفاري هلأ بال 2016 خلص البنزين، بطارية السيارة فضيت، بطارية الموبايل ليس له إلا الله، صح؟ طيب النبي عم يقول واحد قبل 1400 سنة ماشي بالصحراء ومع الراحلة، طبعا الراحلة شو فيها؟ لا فيها موبايل ولا فيها شيء، فيها مي أهم شيء الماء، وفيها شيء يعني يدافع به عن نفسه، شيء بسيط يعني كذا، وأكل يكفيه مسافة الطريق. تخيلوا إخواني، النبي يقول هذا الإنسان فقد راحلته، يعني شو فقد؟ فقد حياته، فيأس، يأس، يأس، عرفان حاله ميت لا محالة، في مفازة، مفازة يعني صحراء. فقال أخي ميتين وميتين وخربانة وخربانة، خلينا نموت نحن نايمين، حط رأسه ونام، إنه مشان ما يموت هو مستيقظ يأكله سبعون، خلينا ننام. قال فلما نام على أنه يعني خلص عم يسلم، استيقظ فوجد راحلته أمامه، واحد نام عرفان حاله ميت، واستيقظ فوجد الحياة أمامه. شو يعني الراحلة؟ يعني الجمل عليه الماء والطعام. فمن شدة فرحه، واحد كان يعني تحققت هلاكه تحقق، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو شو بده يقول؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح قال هذا الكلام. فالنبي عم يصور لنا فرح الله عز وجل بتوبة العبد. إن الله يحب الله قال يحب، الآية بدها تفسير، كلمة يحب بدها تفسير، ما بدها تفسير، هذه لا تحتاج إلى كبير تفسير. إن الله يحب التوابين، تواب على وزن فعال، من صيغة مبالغة من اسم الفاعل، أي كثير التوبة، بيغلط وبيتوب، ويحب المتطهرين. فالله بدك مشان تحقق معنى الإنسانية، حبب خلق الله إلى الله. أستاذ المدرسة مفروض يحكي للطلاب عن الرحمة، الأب في البيت بابا الله يرضى، والله نحن بخير والحمد لله، الناس عم تموت الناس عم تخاف، نحن جالسين في أمان في عافية والحمد لله في صحة وفي نعم كثيرة، بابا شوفوا غيرنا كيف، نحن الحمد لله بدنا نشكر الله. معناته شوف الكلام دائما يعني في، بعدين لما بتحكي في ابتسامه في موده. في واحد بيكسر الكرسي حكيت لكم على ظهر اولاده مشان الصلاه بيفتخر، هدول بيحبوا الصلاه، هدول اذا كان عندهم ذره محبه للدين بطلوا يحبوا الدين. من امر بمعروف فليكن امره بمعروف، حتى باسلوب البزنس والتسويق، واغلبهم النصابين بيقول لك هي أهلا وسهلا وما بعرف إيه، تعطيك أجواء لا ولا هو مشان يبيعك ويربح، بيحلف لك بالأمانة وبرأس ماله. طيب شو الكذب هذا؟ ليش رأس ماله؟ مشان دنيا ابتسامة وأهلا وسهلا، وبيتحمل إساءة الزبون، ودائما الحق مع الزبون، مو هيك بيعلموه، ومسكين يوجه الأنذار للبائع، بدك تتحمله أخي والله، خاصة النسوان بيطالوا عينه للواحد بيبازروا قديش بألف، إيه بدرهمين كتير لك أخي، بألف لدرهمين، فبدك تتحمل، بيقول لك بده يكون صدرك واسع وكذا. ليش؟ مشان دنيا. طب ما بيتسع صدرك لدين الله؟ العصاة أيها الإخوة، أعظم الناس والأولياء عند الله هم الذين يحببون العصاة إلى الله، وينظرون إليهم على أنهم مرضى. يعني إذا جاءك عاصي وشفت واحد جاء على المسجد، شو جابك لهون أنت؟ شو دخل؟ على ماما يا بابا، شو دافنينه سوا امبارح كان. هذه النظرة هي التي يعني تدل على قسوة في القلب. أحد علماء بلاد الشام رحمه الله تعالى اسمه الشيخ محمد الحامد، كان من كبار العلماء، توفي في الستينيات القرن العشرين، كان طالع من درس الفجر، عنده درسه كان رحمه الله، كان من كبار العلماء، وطالع مع تلاميذه بعد الصلاة من المسجد بعد صلاة الضحى يعني، فرأى أخا له كان طالع هلا من الخمارة. أخوه منين طالع؟ من الخمارة، هو من كبار العلماء طالع من الدرس. فشو بيقول؟
الشيخ محمد الحامد عليه رحمة الله لأخيه السكير وتلاميذه، قال له مو حاجتك ما بكفي لأنت ما بستحي على حالك يعني. فقال له أخوه، قال له شوف يا محمد، اللي فوتك لجوا يعني على الجامع وطالعني لبرا بفوتني لجوا بيطالعك لبرا. قرأت في ترجمة الشيخ قال ما زال يبكي شيخ محمد حامد رحمه الله، كان يخشى سوء الخاتمة من هالكلمة. كل ما يتذكر أنا شو غلطت، شو حكيت، شو عرفني أنا، كان يخشى من سوء الخاتمة. وأكرم أخاه، فإذا شفت أي واحد عاصي قال له مين أعظم، ذنبك ولا الله أعظم؟ إيه الله أعظم، خلاص شو بده. في واحد قتل 100 واحد من بني إسرائيل، قتل 100 نفس والله غفر له ودخله الجنة، أنت ما قتلت 100 نفس، لا عملنا كذا، شو بدك، الله كريم. هذه تزرع الإنسانية. أما واحد عم يكره الناس بالله وبالإسلام وبالقرآن وكل شيء حرام، شفتي وحدة مو محجبة عادي إن شاء الله بتتحجب، لا تركت كل شيء فاسق، يا ريت حجاب وحدة، ليش مو حاطة على وشك، أنا ما بحكي معك أنت مو شو يا أخي. مسألة غطاء الوجه مسألة أصلا فيها كلام طويل وما في، لا 13 سنة النبي كان يمشي في مكة عليه الصلاة والسلام، 13 سنة مو 13 ساعة ولا 13 يوم، 13 عاما. شو كان يقول للناس؟ قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم الجنة، ما قال له لا تحجبوا ولا شيء في عندك. فبدك تحببي النساء إلى دين الله، لا تنظري إلى الشكل، أنت حببيهم، احكي لهم عن رحمة الله، احكي لهم عن كرم الله، احكي لهم عن نعمة العافية. ما في ناس عنده ملايين بيشتهي ياكل سندويشة فلافل، عنده مشكلة بالكبد، الكبد هذا فيه معامل كثيرة. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، صح؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لما بتحكي له عن النعم بتحبب الناس إلى الله، تزرع قيمة للطابع الإنساني فيهم. طيب طبعا في كلام كثير إخواني، حتى لا أطيل عليكم أنا أقف هنا، وإن شاء الله تعالى نلتقي بعد 2 أسبوع من إجازة، طالبا منكم الدعاء، الله يتقبل منكم جميعا ويعني ينمي الرحمة في قلوبنا حتى نرحم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا والخلق جميعا، لا أقول والناس، والخلق جميعا. والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا. سامحوني ما أخذت أسئلة لأني والله ماني نايم وتعبان، إن شاء الله بعد 2 أسبوع نلتقي إن شاء الله.